شيخ نفس المجال، فما هي النصيحة إلي ابتداء ولإخواننا سواء كان إمام أو من إخواننا الغائبين حتى نستطيع أن نبلغهم إن كان في الأمر شيء؟ ما هي النصيحة؟ قدمت بارك الله فيك. نعم، أن تعملوا بالسنة وأن تدعوا إليها بالتي أحسن. نعم، هذا كله تقدم وهي خلاصة. أما أنت بدك تأذن بتأذن كما يريد الناس، هذا ما يجوز. نعم. أما أنت تريد أن تصلي خلاف السنة التي تعلمها إرضاء للناس وأنت لا تدعو إلى السنة، أنت تسير معملا وسكوتا. لا، لو كنت تدعو وتسير ما في مانع، شايف؟ نعم، في فرق. تسير ليش؟ قلنا لصاحبنا إلى متى أنت تريد أن تمشي بهذه المسايرة؟ لا ما شاء الله. تدعو وتعلم وتذكر وتستمر في الدعوة، لكن تسير مرة هيك مرة هيك، ما في مانع. لكن كما كنت قرأت مرة في مجلة المنار للسيد رشيد رضا رحمه الله، كان قد افتتح مدرسة في القاهرة، أظن كان سماها دار الإرشاد، وتخرج منها طلبة. المفروض أن هؤلاء الطلبة الذين تخرجوا سلفيون، لأن السيد رشيد رحمه الله كان عالما سلفي العقيدة وسلفي المنهج فقها، وإن كان عنده شوية أخطاء لا يجو منها إنسان. المهم تخرج بعض الطلبة، وبعد ما تخرجوا كما تفعل الآن السعودية بتوزع طلبة باسم دعاة إلى مختلف البلاد الإسلامية. السعودية ما شاء الله عندها أموال كثيرة وعندها استعداد أن توزع الألوف المؤلفة من الطلبة. أما هذه الدار، دار السيد رشيد رضا، كانت من أموال جماعة طيبين خيرين، دعوته محدودة، فأرسل بعض الطلبة المتخرجين إلى السودان للدعوة، ثم بعد مدة شهور رجع هذا الطالب لزيارة المدرسة وزيارة مديرها السيد رشيد رضا رحمه الله، وإذا به يراه على خلاف ما فارقه من الزي، لابس جبة خضراء وعمامة ضخمة وزي يعني غريب غريب جدا. فسألوا ما هذا؟ هو طبعا خرج من مدرسة يلبس لباس عادي. قال له: يا شيخ، نحن ذهبنا إلى بلاد يعني أهلها ما يرضون إلا بأنه الداعية هناك والمعلم والشيخ لازم يتزيى بزي العلماء عندهم. قال له: نحن بعثناك مشان أنت تصير مثلهم ولا أني يصيروا مثلك. هذا معنى ما كنت قرأته رحمه الله. الشاهد، نحن نعلم يقينا أن الدعوة لا يمكن الدعوة إليها طفرة واحدة، لا بد من التدرج فيها، لكن هذا في التطبيق العملي، لأنه الشيء العملي بيأثر على الناس أكثر من الكلام، لأنه الكلام مع الأسف، وهذا ما ينبغي أن يكون، لا يبقى أثره في أكثر الناس، فوت من هون وطلع من هون كما يقولون. أما الشيء العملي فهو ناصب أمامهم دائما وأبدا، فبيتذكروا الذي جاء بهذا العمل فبيعاكسوه بيعادوه. من هنا جاءت السياسة الحكيمة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة
وقضى على الشرك والكفر فيها، وحطم الأصنام التي كانت على سطحها، ودخل وصلى ركعتين في جوف الكعبة. لما رأته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تفعل مثله وأن تدخل الكعبة وتصلي ركعتين، فقال عليه السلام: يا عائشة صلي في الحجر، فإنه من الكعبة، وإن قومك لما جددوا الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، أي أدخل الحجر، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، لكن خشي عليه الصلاة والسلام أنه إذا هدم الكعبة يقولها ما خلنا شيء حتى الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام هدمها. لكن أنتم ترون في الوقت الذي لم ينفذ بين أن الحكم الشرعي أن الحجر من الكعبة، وينبغي أن يجدد بنيان الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، ولكن يخشى أن تثور فتنة فترك الكعبة كما هي. من هذا الحديث وأمثاله نحن نرى أن الداعية الحق يسير الناس عملا برهة من الزمن وأحيانا، ولكن يجب أن يظل داعية إلى الحق كما ذكرنا أكثر من مرة بالحكمة والموعظة الحسنة. والله المستعان. نسمع يا شيخ لو سمحت.